حلقة جديدة وحلقة نارية عن عودة مباراة الأهلي والرجاء في المغرب، المباراة اللي بعد ما خلصت مباراة الذهاب بفوز النادي الأهلي على الرجاء 2-1 كده، والأحداث عمالة تتصاعد بمنتهى القوة، وفي أحداث كتير جدا حصلت في اليومين اللي فاتوا دول، فكان لازم نتكلم عنهم. قبل أي حاجة قول لي رأيك في الكومنتات في الأحداث اللي عمالة تحصل دي، وقول لي رأيك في البوستات اللي نزلت على الصفحة الرسمية للرجاء اللي هنتكلم عنها في الحلقة دي، ورأيك كمان في البوستات اللي اخواتنا الزملكاوية بينزلوها لتسخين جماهير الرجاء على الاهلي كده. وقبل اي حاجة زي ما احنا متعودين قول لي توقعك لمباراة الاياب بين الاهلي والرجاء في المغرب، هتخلص كام وكمان مين اللي هيسجلوا الاهداف، وتوقعاتك تتوقع النادي الاهلي هيقدر يصعد لنص النهائي ولا الرجاء هو اللي هيصعد. مستني كومنتاتكم كلها هنتناقش فيها مع بعض كده، وحلقة مهمة جدا هنتكلم فيها في عدة مواضيع، هنتكلم في حديث السوشيال ميديا وتسخين جماهير الزمالك للرجاء منتهى القوة، وهنركز على الموضوع ده جدا، وهنتكلم كمان عن الصفحة الرسمية للرجاء والبوستات اللي رفعوها، وهنتكلم كمان عن ضرب الجزاء النادي الاهلي اللي فيه كلام عليها كده، هل ضرب الجزاء صحيحة ولا لا، وعن المخرج محمد نصر، وكل التفاصيل اللي حصلت في اليومين اللي فاتوا هتلاقيها معانا في الحلقة دي. نكمل معانا الحلقة للآخر، وما تنساش تخبط لايك للفيديو وشير على قد ما تقدر، لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة دلوقتي وشغل الجرس عشان تجيلك كل الحلقات اللي هنعملها بعد كده، ويلا بينا. كور العالية روكسون القاضي مونكون شاط الجول القاضي مونكون القاضي. خلصت مباراة الذهاب، الاهلي قدر يفوز على الرجاء 2-1، ولسه مباراة الاياب في كازابلانكا في المغرب، مباراة هيكون فيها 70,000 مشجع من مشجعين الرجاء، معاهم كل ادوات التشجيع كده، من ليزر من صفافير من شماريخ، على عكس جماهير النادي الاهلي اللي كانت موجودة في الملعب 20,000 بس مش 70,000، ومعهمش اي ادوات تشجيع، بيشجعوا بصوتهم بس، وصوتهم كان واصل جدا للعيبة. هنتكلم طبعا في كل تفاصيل الموضوع ده، لكن خليني أبدأ الاول من ضرب الجزاء النادي الاهلي، هي دي كانت بداية الموضوع كده، فخلينا نبدأ من عندها. الاهلي حصل على ضربتين جزاء في مباراة الرجاء الاولى اللي فيهم هي اللي كان فيها مشاكل، اللي ناس قالوا الكرة جت في ركبة اللاعب كده، وناس قالوا الكرة جت في ايديه، دي اللي هنتكلم عنها. طبعا ضربة الجزاء التانية اللي كان معاها الكارت الاحمر طبعا دي واضحة للناس كلها، فخلينا نتكلم عن ضربة الجزاء الاولى اللي الصورة قدامكم اهي. ضربة الجزاء دي مشكلتها ان هي اتعادت من كادرين كده، الكادر الاولاني بيقول ان ضربة الجزاء صحيحة 100% وواضح جدا زي ما انتوا شايفين ان الكرة في ايد لاعب الرجاء، لكن بقى الكادر التاني بيقول ان الكرة ما فيهاش ضرب الجزاء وفعلا الكرة جاية في ركبته كده، فهل ضرب الجزاء ولا لا؟ في اختلاف كبير جدا بين الجماهير، ناس بتقول ضرب الجزاء صحيحة وناس بتقول لا، فقول لي رأيك انت في الكومنتات، هل ضرب الجزاء صحيحة فعلا للنادي الاهلي ولا لا؟ لكن خلينا نفكر لحظة كده ونخلي الموضوع ده على جنب، ايا كانت ضرب الجزاء صحيحة ولا لا، الناس اختلفت فيها بعد ما شافوها مرة واثنين وثلاثة، الناس كلهم مختلفين في الكرة دي، فالحكم بيشوف الكرة الثانية في الماتش كده، بعد كده بيطلع للفار بيتفرج عليها، شافها من الكادرين اللي جات فيهم الكرة، قال ان الكرة ضرب الجزاء عادي جدا، ان ممكن يكون اصاب وممكن يكون اخطأ، لكن في النهاية حتى لو هو اخطأ فده خطأ في المباراة طبيعي وعادي جدا، وبتحصل في كل الماتشات، وياما الاهلي اتظلم في ماتشات افريقية وماتشات مهمة جدا وخرجنا من بطولات بسبب اخطاء تحكيمية فجأة اكتر من دي كتير، وده اللي احنا متعودين عليه في الكرة الافريقية سواء على مستوى الفرق او حتى على مستوى المنتخبات. شفنا بطولة امم افريقيا والكوارث التحكيمية اللي كانت بتحصل فيها في مباريات مصر وفي مباريات المنتخبات كلها، فهو ده التحكيم الافريقي اللي احنا واخدين عليه من زمان قوي، الفرق هنا بس ان في فريق قوي الاخطاء التحكيمية دي ايا كانت لصالحه او ضده بيقدر يتخطاها وبيقدر يفوز بالمباراة، وفي فرق تانية بتاخد الاخطاء التحكيمية دي شماعات عشان يقعدوا يصيحوا كده طول الوقت ويقولوا ان احنا بنخسر بسبب التحكيم ويعلقوا فشلهم على التحكيم ده. طيب بالنسبه لموضوع المخرج الاهلاوي المحترم جدا محمد نصر اللي احنا عارفين ان انتمائه للاهلي لكن انتمائه للاهلي ما يخليهوش يعمل حاجه غلط في المهنه بتاعته وفي شغله ضد مبادئه وضد اخلاقه، الراجل قال ان انا عرضت الزاويتين وعرضت الكادرين للحكم، وفعلا هو عرض الاثنين. محمد نصر ده في ايديه انه كان ممكن يعرض لك كادر واحد بس لو هو يعني عايز كده، الكوره اللي جايه في ايد لاعب الرجاء اللي بتوضح ان الكوره ضرب الجزاء
صحيحة كان ممكن يعرضها لك وما يعرضلكش التانية اصلا وما كنتش انت هتشوفها وما كانش هيحصل كل اللغط اللي احنا شفناه ده. لكن الراجل امانته المهنية بتحتم عليه انه يعرض لك الكادرين وانه يعرض لك كل الحاجات المهمة اللي متصورة واللي موجودة عنده, وده اللي عمله محمد نصر بالفعل. فالراجل هنا مش مخطئ في اي حاجة خالص, والحملة اللي اتعملت عليه على السوشيال ميديا دي هو ليه حق عند كل واحد غلط فيه, لان الراجل عمل شغله كما ينبغي والموضوع كان عند حكم المباراة وحكم الفار. خليني بقى اخد موضوع ضربة الجزاء ده من الجانب الثالث, جانب جماهير نادي الزمالك اللي هي طرف رابع او طرف خامس خالص وملهاش علاقة بالمباراة, مباراة بين الاهلي وبين الرجاء المغربي, اسم الزمالك اصلا مش موجود. بلاش كده, ده الزمالك كمان خرج من البطولة كحصالة مجموعة بدري قوي, يعني مش مكمل معانا في البطولة مثلا, مش مثلا في طريق الفرق دي هيقابلهم, يعني ملوش اي دعوة بالموضوع. لكن جماهير نادي الزمالك مش كلهم اكيد, فيهم جماهير كتير عقلة وفهمة, لكن في بعض الجماهير كده شريحة كبيرة من جماهير نادي الزمالك بدأت ان هي تاخد الموضوع دون وتسخن جماهير الرجاء زي ما عملوا قبل كده في 2018 مع جماهير الترجي في نهائي الاهلي والترجي اللي الاهلي خسروا لما راح رادس بعد ما كنا كسبانين هنا 3-1, خسرنا هناك 3-0, وجماهير الزمالك ساعتها عملت نفس الموضوع وقعدت تسخن جماهير الترجي كده. لكن اللي انا شايفه اليومين دول هو بالظبط اللي حصل المرة اللي فاتت بيحصل تاني. لكن انا بصراحة مستغرب جدا جماهير نادي الزمالك الزعل اللي زعلانينه ان النادي الاهلي كسب الرجاء وان احنا باذن الله هنتأهل وهنروح لنص النهائي, وان هم بيحاولوا يسخنوا جماهير نادي الرجاء عشان عايزين يصعبوا المباراة على الاهلي ويخرجوا الاهلي للبطولة. انا ما شفتهمش زعلوا بالطريقة دي لما فريقهم كان حصالة المجموعة وخرج من البطولة, زعلهم على فوز النادي الاهلي اكتر من زعلهم على خسارة فريقهم. حاجة كمان تضحكك جدا لما تيجي تشوف بيدجات نادي الزمالك بقى على الفيسبوك, كانوا موقفين تشجيع كرة قدم كده ولا بيقولوا اي اخبار ولا بيتكلموا عن لعيبة كرة القدم ومقطعينهم تماما, والصفحات بتاعتهم كلها بتتكلم عن العاب الصلاة, عن كرة الطايرة وكرة اليد والباسكت, وما بيتكلموش عن كرة القدم تماما. لكن بعد مباراة الاهلي والرجاء رجعوا فجأة كده يحبوا كرة القدم ويتكلموا عليها عشان النادي الاهلي مش عشان فريقهم. انا ممكن طبعا انزل بمستوى الكلام كده وابدا اكلمك عن الاخطاء التحكيمية في دوري ابطال افريقيا, زي ما انتوا بتتكلموا عن خطأين, خطأ المباراة دي اللي انا لسه مش متأكد منه وشفت الكرة ان فيها كده وفيها كده, وانا شايف ان الكرة تحتمل ضربة الجزاء زي ما الخبير التحكيمي احمد الشناوي قال ان الكرة ضربة جزاء وخبطت في ركبة اللاعب بعد كده في ايديه وضربة جزاء صحيحة. ناس كتير جدا شايفة ان هي ضربة جزاء صحيحة لكن الكرة فيها شك كده, فهم بيتكلموا على الكرة دي وبيتكلموا عن ضربة جزاء اظهروا في 2018 مع الترجي, وان الاهلي يعني التحكيم بيجامله. انا ممكن اقول لك ركز معايا على الكرة دي ومباراة حسنية اغادير في الكونفدرالية, البطولة الافريقية الوحيدة لنادي الزمالك اخر 20 سنة كده, الكونفدرالية اللي انت واخدها انت كسبان حسنية اغادير, كسبانهم 1-0 ومتعادل 0-0, وفي جول صحيح 100% دخلوه في جنش كان معدي الخط كده وقاعد, وكرة واضحة للعمة كده والحكم ما حسبهاش, وكسبت المباراة وعديت وخدت البطولة يا سيدي. لو هتتكلم عن الاخطاء التحكيمية فخطأ تحكيمي زي ده مش خطأ, ده جريمة تحكيمية كاملة كده, والزمالك كسب وخد البطولة وهي بطولة حرام بتضاف لدولاب نادي الزمالك, وبطولة افريقية وحيدة اخر 20 سنة. وسهل جدا بقى نقعد اقلب في التاريخ كده واقول لك الترجي جايب جون انورامو في الاهلي, فضيحة طبعا كبيرة جدا تحكيمية. ممكن ارجع للنهائي بتاع 2019 النادي الاهلي ضد الوداد ولينا ضربة جزاء صحيحة للعمة, احمد عفيفي واحد من كبار محللين نادي الزمالك قال ان النادي الاهلي كان يستحق ضربة جزاء لازارو 100%, ما اتحسبت لناش وضاعت مننا البطولة في النهائي مش في دور الثمانية. والاخطاء كتير لان التحكيم الافريقي فيه مشاكل كتيرة قوي, اذا كانت ليك ولا عليك, اذا كان للنادي الاهلي او للزمالك او لاي نادي تاني. لكن طبعا الفريق القوي ما عندوش شماعات, والفريق الضعيف دايما بيستنى الشماعات دي عشان يعلق عليها خيبته وفشله. حاجة تانية كمان حابب ان اتكلم فيها, لو نفترض ان الكلام ده صح ونصغر عقلنا شوية كده, ان الحكم حاسب ضربة الجزاء للنادي الاهلي وهي غلط خالص وهو عايز يجامل النادي الاهلي, معلش هو اي حكم عادل, اي حكم مش ظالم, هيعمل ايه في الشوط التاني واللي عملوه لاعيبة الرجاء وتضييع الوقت الاوفر قوي؟ انا عايز اي زملكاوي مش اي اهلاوي او اي واحد بيشجع نادي الرجاء هو اللي يمسك ستوب واتش كده ويحسب الوقت اللي ضيعوه لعيبة الرجاء ويقول لي الوقت كام في الكومنتات. طبعا الوقت اكتر من 10 دقايق ضاعوا في الشوط التاني, الحكم بيحسب 5 دقايق بس, ده لو حكم متحيز للنادي الاهلي كان حسب 10 دقايق ومحدش كان هيتكلم معاه كمان, لان اي حد لو اتفرج على الشوط وشاف تضييع وقت لعيبة الرجاء عامل ازاي هيحسب فعلا فوق ال 10 دقايق, هو حسب 5 دقايق بس, يعني
معنى كده ان هو ظلم النادي الاهلي وظلم واضح. وطبعا لو كان حسب فوق العشر دقايق وهم ناقصين لاعب النادي الاهلي كان ضاغط بكل قوه، ضيعنا كور كتير جدا، كان سهل جدا ان احنا نسجل الهدف الثالث. نسيبنا بقى من كل الكلام ده وخلينا نتكلم عن جماهير نادي الرجاء اللي للاسف صياحهم مش مبطل من ساعه نهايه المباراه في صفحاتهم الرسميه وفي صفحاتهم الغير رسميه. للاسف اللي ضايقني جدا الصفحه الرسميه انها نزلت ان نجوم المباراه نداله ومهدي عبيد حكم الساحه وحكم الفار وكمان محمد نصر المخرج انهم طبعا بيرموا ان النادي الاهلي كسب المباراه ظلم بالمحاباه التحكيميه وبالظلم كمان اللي كان موجود في الفار واللي موجود في الاخراج. ودي الصفحه الرسميه اللي للاسف استقبال النادي الاهلي ليهم كان استقبال محترم جدا طبعا، وشفنا البعثه بتاعه الرجاء وهم بيشكروا النادي الاهلي وهم موجودين في مقر النادي الاهلي وبيسلموهم تيشيرت الرجاء، استقبال محترم كالعاده. النادي الاهلي كل الاحترام بيبقى خارج مننا، زائد كمان جماهير النادي الاهلي انها ما غلطتش في اي لاعب من لاعبي الرجاء، ما حاولوش يضغطوا عليهم باي طريقه. طبعا ما فيش اي ادوات تشجيعيه اللي هي بتضغط على اللعيبه زي الليزر زي الشماريخ زي اي حاجه من الكلام ده. جماهير النادي الاهلي كانت صوره محترمه جدا للاهلي والمصر، لكن طبعا صفحات الرجاء كلها بتشجع الجماهير كده وبتقول لهم ما تجوش الملعب الا ومعاكم ادوات التشجيع الصفاره والليزر عشان يضغطوا على لعيبه النادي الاهلي. وانا متوقع ان احنا هنشوف كل الكلام ده زي ما شفناه كده في مباراه السنغال. احنا استقبلنا السنغال مع منتخب مصر بمنتهى الاحترام هنا في ارضنا، وهم هناك شفنا اللي حصل وشفنا الليزر اللي كان على الشناوي وعلى محمد صلاح وعلى زيزو وكل الكلام ده. للاسف احنا دايما ما بنتعلمش، ودايما جماهيرنا صوره محترمه جدا، ولما بنروح بره بنتعرض لجماهير سيئه جدا مع لاعبتنا. فالمفروض المعامله تبقى بالمثل يا جماهيرهم، تعاملنا زي ما جماهيرنا بتعاملهم، يا اما الجماهير بتاعتنا تعمل نفس اللي بيحصل ده. طيب هل معنى الكلام ده ان المباراه صعبه جدا على النادي الاهلي والمهمه فعلا مهمه مستحيله ومهمه انتحاريه؟ لا 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 لا، مفيش الكلام ده خالص. اول حاجه كده نادي الرجاء مش هيكون اقوى من هنا باي حال من الاحوال، بالعكس ده عندهم نقص عددي كمان. المدافع مروان الهدهودي المدافع الاساسي الهداف بتاعهم واخد كارت احمر، مش هيلعب مباراه الاياب، يعني السكواد بتاعهم ناقص عن مباراه الذهاب كده. ضيف على ده كمان ان انت هتلعب معاهم 90 دقيقه وانت كسبانهم، التعادل في صالحك كمان. الفوز في صالحهم زي ما فوز النادي الاهلي في صالحنا، ونقدر نكسب بره زي ما كسبنا جوه، والتاريخ بيحكي كده وهنحكي مع بعض دلوقتي تاريخ النادي الاهلي في الماتشات الصعبه ديت. لكن التعادل كمان في صالح النادي الاهلي، يعني هم هيبداوا المباراه هم اللي عايزين يسجلوا هدف، هم اللي مطلوب منهم حاجه. النادي الاهلي باذن الله هيكون هادي جدا وان شاء الله هناخد بطاقه التاهل. وتاريخ الاهلي كله مليان قصص شبه ديت، ان مباراه الذهاب كانت النتائج بتكون اسوأ من كده كمان، وفي مباراه الاياب من ارض الخصم دايما بنجيب بطاقه التاهل او بنجيب البطوله كمان. اشهرهم طبعا بطوله الصفاقسي التونسي في رادس، بطوله ابو تريكه والهدف الرائع في 2006، افضل هدف في تاريخ النادي الاهلي او تاني افضل هدف كده، هو وهدف محمد مجدي قفشه بتاع القضيه ممكن، هدف محمد ابو تريكه في 2006 على الطاير في اخر دقيقه اللي شلنا بيه البطوله الافريقيه. كنا متعادلين هنا في ارضنا في استاد القاهره ورحنا هناك من وسط رادس وفي وسط الجماهير اللي مقفله الاستاد بنكسب هناك وبنرفع الكاس. مش كده وبس، ده في 2012 كمان بعد ما الترجي التونسي كان متعادل معانا في نهائي افريقيا كمان، هنا رحنا هناك من قلب تونس ومن قلب رادس برضو بنكسب 2-1، هدف وليد سليمان وهدف محمد ناجي جده، وبنقدر ان احنا نفوز عليهم في ارضهم وبرضو بنرفع الكاس. وانا بكلمك عن نهائيات مش عن ماتش في دور الثمانية. كمان عندك طبعا مباراة جروا اللي كانت قدام القطن الكاميروني، كنا كسبانين هنا 2-0، لكن مباراة هناك كانت صعبة جدا، لعبونا الصبح كده الساعة 3، لكن النادي الاهلي ما بيتغلبش كمان، وبنتعادل هناك 2-2 وبنرفع الكاس برضو لانها برضو كانت مباراة نهائي. دي كلها نهائيات كانت صعبة جدا على النادي الاهلي، لكن شخصية النادي الاهلي دايما حاضرة. مش كده وبس، ده كمان في 2017 النادي الاهلي في مباراة بقى اقصائية مش في مباراة النهائي كانت قدام الترجي، والمباراة الاولى اتعادلنا على ارضنا هنا 2-2، وفي مباراة الاياب من رادس بنكسب 2-1 بهدفين جونيور اجاييه وعلي معلول. ادي مباراة قريبة بنفس الجيل ده تقريبا من وسط رادس وفي وسط الجماهير التونسية كلها، بنقدر برضو نجيب الفوز من هناك ونصعد على حسابهم. وكل النتائج في مباراة الذهاب كانت نتائج تعادل، لكن النادي الاهلي المرة دي كسبان مش متعادل. فأي حد بقى يحاول يوصل لك ان المباراة صعبة او المباراة مستحيلة، مفيش الكلام ده خالص. المباراة صعبة ومستحيلة فعلا، لكن على نادي الرجاء مش على النادي الاهلي. شخصية النادي الاهلي هي شخصية البطل في الماتشات دي بتبان، واللعيبة بتاعتنا رجالة واخدة على الماتشات اللي زي دي
دي بإذن الله 90 دقيقة رجولة في أرض الملعب هنقدر نفوز عليهم في أرضهم، أو على أسوأ تقدير هنتعادل معاهم كده بإذن الله، وهنصعد إحنا إن شاء الله لدور نص النهائي. المباراة صعبة عليهم هم، وعشان هو عارف إن المباراة صعبة عليه جدا وإن النادي الأهلي أقوى منه بكتير كرويا، بيحاول إنه يأثر عليك بالسلب نفسيا قبل الماتش كده عشان تروح الماتش وإنت مهزوم نفسيا، فيقدر يكسبك في الملعب. لكن طبعا المعادلة هنا لما تيجي تقيسها كورة، النادي الأهلي أقوى وبكتير جدا بإذن الله، وإن شاء الله هنكسب المباراة من قلب كازابلانكا وهنعدي النص النهائي. كده خلصت كل حاجة عايز أقولها في الفيديو، انزل دلوقتي في الكومنتات قول لي توقعك لنتيجة الماتش وتتوقع مين اللي هيتأهل لنص النهائي. مستني توقعاتكم كده كلها نتناقش فيها مع بعض، وما تنساش كمان تخبط لايك للفيديو وشير على قد ما تقدر. لو لسه ما اشتركتش في القناة اعمل اشتراك دلوقتي وشغل الجرس عشان تجيلك كل حلقات اللي هعملها بعد كده. سلام.